قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ارتفعت خلال عام 2018 بنسبة 7% مقارنة بعام 2017 لتصل قيمتها إلى 7.9 مليار دولار، وهي أعلى نسبة ارتفاع لهذه التدفقات في أفريقيا خلال العام وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأضافت الوزارة في بيان أنه وفقا للتقرير يتركز الجزء الأكبر من هذه التدفقات في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية والبترول والغاز والطاقة المتجددة، فيما سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية ارتفاعا بنسبة 6% في أفريقيا، تركزت في عدد محدود من الدول على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا. سيادة المستشار، يعني قراءتكم لبيان وزارة الاستثمار حول ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بناء على تقرير الأمم المتحدة للتجارة؟ هو الأنكتاد، فعلا تقرير الأنكتاد صدر امبارح، اللي هو منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، صدر امبارح وبالفعل بيقول أن مصر كانت في المركز الأول بالنسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2018، تفوقت على الدولتين اللي بيستقبلوا استثمارات بشكل كبير في أفريقيا اللي هم المغرب وجنوب أفريقيا. ده كلام مهم جدا، وده له علاقة باللي لسه كنا بنتكلم فيه بحالة الأمن اللي ضحى من أجلها الشهداء اللي اتكرموا النهاردة، وأيضا له علاقة بالإصلاح الاقتصادي اللي اتكلم عليه الرئيس. لولا هذا الإصلاح ما كناش نحصل على أي استثمارات أجنبية مباشرة، وده كلام مهم وكلام مطمئن للمستقبل. ولكن يعني دعونا نتكلم عن نقطتين. الزيادة 7% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي أقل بكثير جدا جدا مما تطمح إليه مصر في هذه الفترة. 7.9 رقم مش بطال، ولكنه لا، احنا محتاجين عشرات المليارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كنا بنحصل في وقت من الأوقات على ضعف هذه الاستثمارات في سنة من السنوات السابقة قبل الثمان سنوات الأخيرة. الحاجة الأخرى انه هذه الاستثمارات زي ما بيقول تقرير الانكتاد وزي ما كلنا عارفين الحقيقه، في جزء مهم منهم يتعلق بالاستثمارات في مجال البترول والغاز، وجزء ايضا في مجال العقارات. اتمنى عندما تصدر او عندما نقيم الاستثمارات الاجنبيه المباشره اللي داخله مصر ان نجنب هذين القطاعين لسبب بسيط جدا. استثمارات العقارات اصلا هي بتيجي من غير كثير من الترويج. الامر الاهم انه الاستثمارات في مجال الاستكشاف والبترول والغاز هي ايضا يعني لا تولد الكثير من الفرص العمل. هي مهمه جدا جدا طبعا في زياده ثروتنا من الثروات البتروليه، ولكن يعني اتمنى ان تزيد الاستثمارات المباشره في مجالات الصناعات التحويليه والتطوير الانتاج الزراعي والمنتجات الغذائيه زي ما الخبر بيقول.